دونالد ترامب متصدر سباق ترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري دعا يوم الأربعاء إلى معاقبة النساء التي يشيطن أنفسهن، إذا ما أصبح هذا الإجراء غير قانوني في الولايات المتحدة الأمريكية. تصريح ترامب جاء في مقتطفة بثتها قناة MSNBC الأمريكية والتي من المتوقع أن تدع بقية المقابلة في وقت لاحق، لكن ترامب ما لبث أن عاد في موقفه وقال يجب معاقبة الشخص الذي يجري عملية الإجهاض، بعدما تسبب تصريحه في موجة انتقادات وردود أفعال سلبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. منافس ترامب تيد كروز وهيلاري كلينتون انتقدوا تعليقاته التي هاجم فيها المرأة وبعض الأقلية في المجتمع الأمريكي، وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها ترامب موجة غضب عارمة بسبب تعليقاته، إذ سبق وخرج مئات الأشخاص في نيويورك وفي أريزونا احتجاجا على ما اسمه عنصرية الملياردير ضد المسلمين، حيث دعا لحظر دخولهم إلى البلاد، كما انتقدوا مواقف ترامب من الهجرة وحقوق مثلي الجنس وقضايا أخرى.